مايسا لسه يندعد ولي لا حال قرنمو قرش لغو هلي نبات عن غالي نينون منه مدق ويني قرميسا لسه يندعد ولي لا حال قرنمو قرش لغو هلي نبات عن غالي نينون منه مدق ويني qofkii horu markaagiyo qiimahaaga necbaan kuu quuri guushee raaxa isqalatay qiirada i hayso waxaan qaybi yeeshaba ku qabuso kuu yidhi mafragen haddan caawa waxa ku saabsan tahay go'aanka shacabka iyo xukuumadda Puntland ay qaateen ee ku saabsan diimada 4.5 oo ay dad badan oo Soomaaliya sidaas oo kale u diideen barnaamijkan caawa waxa martiinoogu ah agaasimaha madaxtooyada dawladda Puntland iyo waliba la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha gudaha ee Puntland waxaa sidoo kale madashay in ka muuqda oo ina soo hor fadhiya dad kale oo Soomaaliya oo aad badidood wajiyadooda garanaysaan oo barnaamijka caawimaartii noogu noqon doona balse marka ugu horeysa waxa aan maadaama aynu nahay dad ku abtirsada diinta Islaamka waxaan ku furan doonaa aayadaha Qur'aanka Kariimka oo inoo akhrin doono Sheekh Maxamed falyatafadal Sheekhana واعتصموا
لله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف
أديان ما مال سنتاي 4.5 حلو حسنا يا سيس وعطوا في السوشيال إحنا لكن ما أتكلم شيء ويا هذه هذا ما مال سنتي المكلت وحمية ريا حلا لك سوغانتا ولا حنا لول فرح قالوتي تشي مريسا مركب ما دام تشي مريسا عاوة وعجعلان لها لغضوا حبو تشي هاي لنا نوتوتي سنو
بسم الله الرحمن الرحيم لمن مدني مروني ربي يدمر انت ميسا صوتي قبل قابلياتك جهدي بدن قدي ان هل كان سوي معنو مكفوري وان سلام عيا قارها وحان سلام قارها وسو دويني سكو جدا يمحو هاي الشيء كعلمو عن قصو دوين هيا عن ايو كوه الله هيا تذكا ولا الله هيا يربون تلان يجبلان ويهرفا ليا يقوى مقامبا دير على اسمها يربون تلان يو لتليها مدحوينها عبد الله والسلام انتي وحاكم علينا هيا وحاكم علينا هيا هاري 4.5 فامانتو لكو قد قلنين مالكا وحاكم علينا هارينا وحلي يجد تقيني جنبا نم علينا لكن سوحان فيلا يددوين هاتنين دي هده من وينو دد هوري يمين انو وحشي هو قصبه مدرس هو لا اقول لي هدد الاخر جري اسمه دبا عنو هذا الكي نحقل هيا يعني منتقر انتالا يحضلينا وحاكم 4.5 عالمك ولقد يدي وهو حكى يدي كيف هكرن هاي كم هكرن هين هذا يوح الله شيء يقول لي هاي ما هني اللي راح هم كرن هاي يوم السبعة ولا ذكرت مركب ومدى الله كسر عليه فور بنتفع وحنا الله طبعا أنا وإنا كهل ظاهرين ميد وحاوي فور بنتفع فما هالك سوى قد بهاي ميد وحاوي فرينا ودي بهاي ولا له منا وحاوي مهندا قام جيدنا هيو مهندا قام جيدنا هيو ذلك أننا وكيل كنا أبي سما هذا أما هذا دولة نوديس أو قامين هيو مدعوين أكوني على راس يو حارب هنا أنت بتحوا وها النوى أن هاي يو حد كثير يجينا هنا سوا في الجنوب لوبه هي وحامد الحياة مركور وحقور مره وحاوي أدار ربوت لنا هاي ونصيب لنا هاي ولا نصيب درنا سببته أوحانا جرنين وحاتا أنا مركا سلايا مربع نوع سلايا هاي نوع نيك ليه وناس اللي يدر هي وهو درنا أخاتنا ذيك هيجا وحاوي أنت صامرتي عبد الله يوسف عند هذه اللي يقولوا لي هي محوها إيشي عبد الرحمن فرولة عبد الولي وما أنت تاجر أرضو على إلى الصومرة إمام الإستاد يدور الإستاد الصومرة الملح هذا أنا ما أدري إيش أنا نقول أو واحد لنا أم واحد لنا أو يبغى ما يصدر عبد الولي على هذا لنا أو كل هذا لنا مسلي مركي فور بنت فاهم الوضع هوش سلوكي أو جيت ده اللي جيت هوش بفر سلوكي وعليل يعني كذا يلا نكلي أو الحريري أو نرو البنوتي سرتهم وحاول يذكر بلنا وحيف وحيفون ها إيش سرنتين أما يكون هذا الجرين وحوس هي حي وحبوا ده يكمل إلى سجنا نفسي ما كبر وأيام درنا عدول وحال يا وليدة
canshuuraha beriga gaar ahaan waxaan canshuurta hadda laga qaadaa private sectorka gaar ahaan guryaha gaadiidka hay-adaha kiraystaan shaqaalaha hay-adaha u shaqeeyo oo beriga waraa oo laga qaadi jiray canshuurta halkaasaaku shaqeeya oo dhowr kulan boolo qaata canshuur lagama qaadi jiray dowladda ka hor shan waxaa gacanta lagu hayaa oo hadda gabagaba ah reformka shaqaalaha iyadoo laaqaada u yihaahdo right sizing iyo downsizing lagu sameeyey citrocop saxa shaqaala rasmibanaasha waxaa naga caaa oo aniga xafiiskayga ayay si toos uga hoos timaadaa oo mashruuc afar milyan buu ahaa waxaana loo kala qaybiyay dowladda federaalka iyo puntland waxaanu ololaha ugu jirnay ilaa sanadkii hadda nagana horaantii dabayaaqadiisii ayaan ogolaanshihii aanu hadlay iyadoo looga faa'iideynayo 8 wasaaradood oo maaqaana wasaaradaha loo sameynayo mushaarkana ay walbak siinayso iyadoo taas usii dheer tahay shaqaalaynta khubaro aqoon leh shaqaalaynta idinkiina ragiina iyo dumarkiina waxbartay ee dalka jooga oo doonaya inay dadka wax u qabtaan inay kasoo gargeli karaan insha allah waxaan rajaynaynaa si ugu dhaqsiyaha badan in shaqooyinkaasi la soo dejiyo ilaa isha lixaad xagga arrimaha bulshada dowladda waxaa wax badan ka qabatay shaqaalaynta adeegyada bulshada la gaarsiiyey meelo badan oo ka lexsan laamiga oo xataa la gaaray nololkii la oran jiray oo aan adeeg ku gaari jiray haddaan usoo laabto xagga baahinta xukunka oo la yihahdo government oo la gaarsiinayo deegaanada dimuqraadi waxaan rabaa inaan idin sheego iyadoo la tixraacayo qodobka 120-aad ee dastuurka puntland dowladdu waxay ku dhaqmaysaa sida baahinta xukunka si loo helayo baahida dalka waxaa la dhisay golayaasha degmooyinka iyadoo xitaa la gaaray mawladaloran jiray gaadwaa laga soo bilaabo dowladaaacadde maxamed siyaad barre iyo xukuumadihii laga dambeeyey puntland in ay ay doonayaan iyadoo lagu soo dhiseeyo afka la yidhaahdo bottom up approach oo hoos laga soo bilaabayo doonayaan ay doorayaanmaka iyo xubnihi oo mataqaana deegaanka la socodsiiyo sidaa idin sheegaba dowladdu waxay go'aamisay inay hirgeliso mabaadida iyo nidaamka doorashooyinka iyo asxaabta badan taasoo ah xuquuq runtii muwaadin walbo reer puntlanda in muddaa ka maqnay marka si loo gaaro xaqaasi dowladdu waxay samaysay in ay samaysay wax la yidhahdo electrical law sharcigiiidin banaan qofkii siyaasadda xiseynaya inuu isaguna hadday fursad u furan tahay intay goorgoor tahay dad wax isku yeysin aad garoonka iskaleysa dhanka federaalka waad la socotaan puntland waa hooyadii iyo aabaha muxuu ahaa federaalka soomaaliya soo garatay in nidaamka nidaamka federaalka inuu yahay nidaamka keliya ee soomaaliya isku maa waxaan isku daynay inaan xal ku helno hirgelinta dowladda soomaaliyeed taasoo ku timaada rabitaanka dadweynaha iyo dagaalka dalalka guuro 4.5 nasiib darase dowladda puntland arrintaasi keligeed bay ku noqotay waana sharaf inay keligeed ku noqoto waayo waa principal mabda ayna ku taagan yihiin waxaad moodaa in dowladda hadda soomaaliya ka jirta inay weli ku taagan tahay nidaamka 4.5 kaasoo runtii ah waqtigeedu dhammaadamadana wixiiaad iyo aad loogu tartay waxaan idin sheego dowladdii 4.5 from 2000 ilaa alaana ayay dalka